بيعدي الكتاب المادة الواحدة بيعدي 80 جنيه، وده الترم واحد مش للترمين. ثانيا ده بالنسبة للكتب. الأسعار طبعا هي من السنة اللي فاتت في الرينج ده، بس السنة دي أزيد وكمان مش موجودة، زائد ان في الكواليتي بتاعه الكشاكيل نفسها قليله، يعني لا حجم الكشكول نفسه صغير، والكواليتي بتاع الورقه مش كويس، بس احنا مضطرين نشتري، هنعمل ايه. لكن الاسعار طبعا في زياده عن السنه اللي فاتت. اتصدمت في الاسعار، بيقولوا الاسعار غاليه، ودستة الكشاكيل وصلت ل 18 جنيه و19 جنيه. جاي من طنطا وجاي اشتري حاجات من هنا من فجاله، قالوا رخيصه، جيت لقيت اغلى من الاغلب اللي في طنطا كمان. يعني كشكول السنه اللي فاتت كنت بجيبه بجنيه ونص، كشكول بقى ب 5 جنيه، ب 6 جنيه، و 10 جنيه كشكول. كل الخامات وكل ما يخص الطباعه زاد، وعلى مستوى العالم كله يعملوا ايه؟ قالوا لا يا جماعه، نتعاون مع الناس اللي زينا غلاب على امل ان الكل يشتري برضو الكتاب وما يعجزش معاه. عملوا ايه؟ قالوا 15% اقصى حاجه او 12%، برضو الكشاكيل ما يعادل برضو 10-20% زادت. هل هدفع انا من جيبي؟ انا فاتح ليه؟ عندي عماله، عندي مصاريف، عندي مرتبات، عندي تامينات، عندي ضرائب، هل الحاجات دي كلها هدفعها من جيبي؟ حركه البيع والشراء هي لحد ما كويسه جدا الحمد لله، بس طبعا نظرا لغلو الاسعار وارتفاع سعر الدولار، فطبعا ده بيأثر بالسلب على حركه الشراء. طبعا الاسره المصريه ما بتشتريش القدر الكافي اللي هي عايزاه، كل بيشتري على قد محتاجاته فقط. لكن طبعا مقارنه بالسنه اللي فاتت واللي قبليها كان حركه الشراء كويسه، وكان الاب يقدر يشتري اللي هو عايزه لفترات طويله.